السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، اسمحوا لي في مساهل هذا العقد أن أتقدم إليكم بخالي الشكر على هذه الفرصة من أجل التفاعل بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي. والواقع أنني لا أريد العودة بكم إلى الوراء، فقد سبق لي أن تقدمت أمام مجلسكم الموقر سواء خلال جلسة الأسئلة الشفوية أو داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتوضيحات الكفيلة بإضاءة السياقات التي جاء فيها النظام الأساسي الجديد ومنهجية إعداده والأهداف التي يتوخاها، وعلاقة بالمستجدات التي عرفها الحوار القطاعي في الآونة الأخيرة، ولا سيما منذ استقبال سيد رئيس الحكومة لممثلي النقابات التعليمية المعنية بتاريخ 27 نوفمبر الماضي. أود الإشارة إلى الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد، كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، كما أن هذا النفس الجديد للحوار القطاعي هو تعبير من الوزارة والحكومة على حرصهما الشديد على صون الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ، وعلى توفير أجواء إيجابية تساعد على نجاح الإصلاحات الجارية للمنظومة التربية والتكوين. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أذكر بأهم الإجراءات المتخذة إلى غاية الآن، والتي مكنت من الاستجابة لعدد من انتظارات نساء ورجال التعليم. أولا، استقبال سيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 30 أكتوبر لممثلين عن النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث تم تأكيد في هذا اللقاء على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين على العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع. ثانيا، تشكيل واحد اللجنة ثلاثية وزارية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة وتتكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية لمباشرة الحوار مع النقابات التعليمية المعنية. ثالثا، عقد لقاء ثاني يوم 27 نوفمبر 2023 للسيد رئيس الحكومة بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، تم خلاله الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي وإطلاق جلسات للحوار مع النقابات التعليمية بهدف تعديل مقتضياته. رابعا، عقد لقاء يوم 30 نوفمبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المعنية، تم خلاله الاتفاق على صيغة تجميد النظام الأساسي الجديد وفتح النقاش حول موضوع تحسين دخل النساء ورجال التعليم وتسوية عدد من الملفات العالقة. خامسا، عقد أكثر من 5 اجتماعات الأسبوع الماضي على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، تم خلالها التطرق لمجموعة من الملفات الفئوية التي لها أثر مالي، إضافة إلى موضوع رفع أجور الشغيلة التعليمية. وآخر اجتماع انعقد يوم أمس تحت إشراف سيد رئيس الحكومة، والذي كان مناسبة للتوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، يمكن التأكيد على أن أهم ما ميز هذه اللقاءات هو الوتيرة المكتفة للاجتماعات بهدف مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي. ثانيا، الالتزام بروح الوطنية والمسؤولية والثقة والالتزام،
وقد توجت جلسات هذا الحوار التي انطلقت تحت إشراف السيد رئيس الحكومة منذ 30 نوفمبر 2023 إلى غاية 10 دجنبر 2023 بعدة مخرجات، وهي كما يلي: أولاً، تجميد العمل بالنظام الأساسي، حيث أصدرت الوزارة في فاتح دجنبر الجاري مذكرة تتضمن توجيهات لازمة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين بإيقاف العمل بكل مواد مقتضياته وعدم إصدار مراسمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة مدتها في 15 يناير كحد أقصى، ووقف جميع الإجراءات التي باشرتها مؤخرا مصالح الإدارة تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي. ثانيا، تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم الدراسية قبل العطلة البينة أو سيعودون إلى فصولهم في بداية هذا الأسبوع تبعا لمخرجات الاتفاق الموقع يوم أمس. ثالثا، الاتفاق على حذف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. رابعا، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين، الفاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025، وهذه الزيادة تتمثل تقريبا 30% من أجرة الأستاذ في بداية مساره المهني. خامسا، منح تعويضات أو الزيادة فيها لعدة فئات ومعالجة ملفات فئوية عالقة لعدة سنوات. سادسا، الرفع من مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية وكذا مقدار التعويضات عن التصحيح. سابعا، الرفع من مقدار التعويض المخصص لرتبة في الدرجة الممتازة وتقليص سنوات ترقية في رتبة بالنسبة لكل الأطر. ثامنا، مواصلة العمل خلال هذا الأسبوع على دراسة والمصادقة على مقترحات تعديل بنود النظام الأساسي التي ليس لها أثر مالي. وتاسعا، الالتزام بأجراءة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسة الرياضة سنة 2027 مع ما يتطلبه ذلك من خراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2020 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، على ضوء مخرجات هذه المحطة من الحوار القطاعي وحصيلته الإيجابية، أود التأكيد على بعض النقاط الأساسية. أولا إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابة الأكثر تمثيلية. ثانيا، التأكيد لا للوزارة ولا للحكومة مرة أخرى على الأهمية الخاصة التي يحظى بها نساء ورجال التعليم وعلى أدوارها المحورية في تأهيل الرأسمال البشري من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية. ثالثا، وضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026 بهدف تجاوز الأزمة العميقة لمستوى التعلمات والتي ما فتئت مختلف التقويمات الوطنية والدولية تؤكدها، وآخرها نتائج دورة 2022 للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ بيزا. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، سعيا من الوزارة لدعم تعلمات التلاميذ وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، بادرت إلى إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية مع تكثيف
حصص الدعم خلال فترة العطلة البينية الثانية، وقد بلغ عدد التلاميذ المستفيدين ما مجموعه 700,000 مستفيد. ويتم تنزيل برنامج الدعم المدرسي محليا بالاعتماد على صيغ وآليات متنوعة للتدخل والمعالجة، مع العمل على تأطير تدخلات المؤطرين والشركاء. وقبل ذلك سبق للوزارة أن أطلقت منصة للدعم التربوي الرقمي عن بعد، علاوة على الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية والدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية. وفي الختام أتمنى أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية، وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية الكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي لبلادنا.